مرحبا، معكم ريم علم الدين من موقع القيادي دوت كوم. اليوم رح نستعرض فتح علبة سماعات H.EarOn الرأسية الجديدة من شركة سوني. على العلبة الخارجية رح نشوف صورة السماعات وبعض خواصها وميزاتها، مثل إمكانية شبكها على هواتف أندرويد وبلاك بيري وأجهزة أبل المختلفة من آيفون وآيباد وآيبود، بالإضافة لتميزها بصوت نقي عالي الجودة. لما نفتحها رح نلاقي علبة تانية فيها موجودة السماعات، وأسفلها موجودة الوصلة اللي بنشبكها بالسماعة من جهة، وبالجهاز اللي بدنا نسمع الصوت من خلاله من جهة تانية، سواء كان هاتف أو ووكمان أو كمبيوتر أو تابلت أو أي جهاز آخر. تصميم سماعات H.EarOn من سوني أنيق جداً، وبيوحي بالجودة العالية اللي بتتمتع فيها، وبفضل طوق الرأس الممكن تكبيره وتصغيره، وكمان بفضل وسادات الأذن اللي بتحيط بالأذنين، السماعات بتوفر راحة ممتازة وبتمنع تسرب الصوت. هذا بالإضافة لاعتماد السماعات لتقنية إلغاء الضوضاء الخارجي وتقنية الهاي ريز اللي بتعطي درجة نقاء عالية للصوت عند سماع الموسيقى. سماعات H.EarOn الرأسية من سوني متوفرة بخمس ألوان، هي الزهري والأسود والأحمر والأصفر والفيروزي. كانت معكم ريم عالم الدين من موقع القيادي دوت كوم. شكراً لحسن متابعتكم، وبنشوفكم في فيديو جديد مع جهاز جديد.